احبائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا احمد عبد الحميد وده موتوريستا، والنهارده معايا سي 180 اي ام جي. يلا بينا. سعادتي بالعربيه النهارده دي لا توصف. ليه بقى؟ لان العربيه دي النهارده بتاعه حد من المتابعين. معانا النهارده يا جماعه عربيه يوسف عمار، مرسيدس اي ام جي، بيبقى فيها شويه اختلافات عن الافنجارد. فلو انت عايز تعرف اصل ايه موضوع اي ام جي، هتلاقي في الاي اللي طلعت فوق كده حلقه معموله بالتفصيل ومخصوص عشان خاطر تعرف يعني ايه اي ام جي. في شعره صغيره قوي وانت بتعدي المرسيدس، يتخلي شكل العربيه وحش، او بمصطلح مصري شويه بيئه، يتخلي شكل العربيه جامد جدا ونجمة على الطريق. عشان كده مش اي حد يعرف يعدي المرسيدس. يوسف بصراحة دماغه حلوة في التعديل. هو ما عملش حاجات كتير لان العربية نازلة بAMG كيت اصلا، بس هو تدخل بلمسات فنية بسيطة خلى شكل العربية اميز واحلى. عندك مثلا الشبكة الامامية وفرونت سبليتر باربوس، ويمكن ده شكله حلو بس لوجو باربوس على العربية برضو AMG يعني كونفيوزنج نوعا ما. حطلها كمان سبويلر خلفي مع زوايد في الجنب والاكسدام الخلفي مع الاوكر الفايبر واستيكرات AMG في الجناب مع الجنوط اللي راكبة اللي هي بتاعت AMG الاصلية، وتفرج على العربية اللي ما شاء الله عليها شكلها فعلا مرسومة وحلوة. العربية المرسيدس دي بمطور 1600 سي سي بتطلع 156 حصان و 250 نيوتن متر مع افتيس 9 سرعات، بيطلع العربية من الصفر للمية في 8.3 من 10 ثانية تقريبا. يوسف انا مبسوط جدا النهاردة ان انا بسوق العربية سي 180 AMG كت موديل 2019، والعربية بصراحة مميزة جدا. بس انا عايز اسألك سؤال، دايما في حرب دايرة ما بين البي ام دبليو اونرز والمرسيدس اونرز، ليه اخترت مرسيدس يا يوسف؟ اخترت مرسيدس عشان انتيرير، عشان راحة في السواقة. بصراحة شكله كم سيريال وانتيرير بصراحة احلى كتير. هو اللي ميز البي ام ممكن حاجة الوحيدة البرفورمانس، حتى العشاء بي ام هما بيتكلموا في الحتة دي، احنا البرفورمانس احسن. بس مرسيدس بتديك راحة تانية واحساس تاني في السواقة. انت شايف ان مرسيدس ما ادتلكش برفورمانس كويس؟ يعني بصراحة فعلا؟ طب مش يمكن انت ظلمت المرسيدس كلها عشان انت معاك سي 180؟ ممكن طبعا، بس السي 300 مثلا بقى لو عايز برفورمانس تبدأ من السي 300 كمان، هو سعرها عالي شوية. انت بالسي 300 ممكن تجيب 340 مثلا، حتى عشان الناس بتاعت بتحب بي ام بيتكلموا في كده ان هو ارخص مرسيدس ويجيبوا برفورمانس احلى وموتور تاني خالص. بس مش هتديك بقى بي ام، مش بتديك الانتيريو ده، مش بتديك الراحه في السواقه، مش بتديك الفخامه يعني. انت حاسس ان هنا الدنيا مور اليجنس يعني؟ بالظبط، كل حاجه، كقعده حتى اريح، كل حاجه، كشكل انت عربيه يعني احلى. العربية شكلها احلى فعلا. لا المرسيدس الشيب ده كمان عاملين فيه شغل، ده فيس ليفت كمان بالذات يعني، تعديلات بسيطة بس لا فعلا. وانت كمان عامل ما شاء الله في العربية تظبيطات من بره خفيفة كده، مزود شكل العربية الحلو. ليه اخترتها بيضة؟ انا بحب الابيض عشان التعديلات بقى، عشان اي حاجة تعملها بتبان. تمام، الابيض في التعديلات بيبقى ابيض شيك فعلا. طبعا كان نفسي فرش احمر بس ما كانش بقى، مش لاقي ساعتها تنزل فرش احمر، كان احلى بكتير. طبعا السماعات اللي هنا بروميستر ولا مش بروميستر؟ لا مش بروميستر، بس بنزل في الكوبيه. الكوبيه والكابوليه. يا وضعيه السواقه انا شايف الوضع من جوه بالنسبه لي مش اوسع عربيه يعني. مش اوسع حاجه، بس هي مش مضايقاك يعني، انت قاعد مش متضايق برضو. هي تنفع عيله صغيره عادي. تنفع لعيله صغيره، تنفع لشاب لسه صغير. يعني بس هي مش عربيه واسعه من جوه. لا مش واسعه. انا هاخدها بالمطبات بس. انت مش حاسس ان هي ناشفه شويه؟ صح؟ فاهم قصدي؟ بس هي برضه كعربية تجهيز يعني زي ما انت قلت. هي اصلا هي ما نازله ايه، مش شايفين عشان الثبات بقى، مش شايفين الاستابيليتي. مفيش اختراع البادي رول هنا ما نزلش. ها لا انسى بقى الكلام الاهبل ده. انا خدت عادي 120 عادي، مش كده. انا عايز اغير الجنوط بس خايف يعني، اصلا بتثبت كده، فانا كنت عايز اجيب 19 كمان. العربية مغرية جدا، وكان لازم ازرق من يوسف لحظة تسارع كده على الماشي. لمحة بس بعد اذنك، بجرب بس. مش وحشه يعني، هي مش لا هي قالت تستجيب. اخر اكتر حاجه بحبها في المرسيدس صوت الموتور. لسه اقول لك مش ممكن ما عرفتش تمام، بس بيحسسك لا ان هو تحس ان الموتور يعني ايه جاهز، لان هو انقض على يفترس الناس اللي بره. العربية تحفة فنية ماشية على الأرض، بس يوسف أتحفني أكتر بالحاجات اللي مش موجودة في العربية.
طب يا يوسف انا عايز اسالك سؤال بقى، بما ان احنا يعني النهارده في العربيه اللطيفه دي، ما عندكش سنسور بارك؟ لا. طب سنسور امامي؟ مفيش. اوتو لين اسيست وكده؟ مفيش. عندك مثبت سرعه؟ عندي مثبت سرعه. طب الحمد لله الحمد لله. العربيه مالها فاضيه ليه يا يوسف؟ احنا راكبين داي ولا ايه؟ اه التوكيل بينزلها بصراحه فاضيه قوي على قد الكيت بس الاي ام جي والجنوط. طور الحاجات بس البيزك قوي. تمام. وكاميرا 360 مفيش، كاميرا خلفيه بس كمان. مفيش اوتو بارك. العربيه سعرها كام النهارده؟ هي كانت سعرها ما جبتها 2019 الاي ام جي في سليفت 900. قرب 900,000 جنيه. مفيش فيها سنسورز؟ لا. صعبت عليا يوسف، ما تيجي تبدل. طب انت ايه رايك في الافتر سيل سيرفيسز عندهم؟ كويسه؟ اه لا سيرفيس بصراحه في التوكيل لا، هي دي الميزه الوحيده. تحجز على طول تروح، مواعيدهم كويسه مظبوطه مش هياخروك. لا بس هي العربيه برضو ما شاء الله يعني ايه المود الهادي بتاعها في السواقه لذيذ يعني، تريحك تبسطك وانت ماشي. مش بالظبط، حتى مش بتجري انت ماشي عادي براحتك، ومش مضايقاك يعني برضو، مش يعني مش البطيئه البطء اللي يخليك قاعد بالزبط مخنوق من العربيه. لا, لا. الاستجابه بتاعتها ممتازه جدا. طبعا الدكسيون الاي ام جي يعني ده يعني تحدد بيه حياتك، مش تحدد بيه انت رايح فين يعني، فلا حاجه محترمه بصراحه. الطريق فضي بقى، وكان لازم نزود الجو بشويه ادرينالين حلو كده. وانا لو حبيت اتجنن نلبس بنزين يا يوسف هتزعل مني؟ لا اجلس، احنا هنجرب كده كده. احلف؟ اه مش هنجرب، هجيبها سبورت براحتي ونجرب بقى نيس كده نشوف الصوره قد ايه. براحتي، العربيه شكلها مغري جدا من بره بصراحه. براحتي. هنطلق. لا نجرب. ما تزعلش. يلا بينا. كده سبورت كده قلب سبورت لوحده اوتوماتيك. ها؟ لا لا. ولو ان انا شايف ان الطلعه اللي ما كانتش سبورت كانت حلوه يعني، لسه جابت العربيه بقت مختلفه تماما. الدكسيون بقى اتقل. اول عربيه تحس ان في جوست ركبها، في شبح، في عفريت ركب روح شريره في العربيه. عارف الموضوع بيستفزك انك تجري يعني، اللي هو ايه ده؟ طب اهو. يوسف انا بحب صوت المرسيدس قوي بجد. الله الله. تاني 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 تاني. قالت البيت بطل، قالت البيت بطل، بس لا بعد كده انت الدنيا معاك لذيذه جدا. اي لايك. ادي لايك. مفيش اي موقف كوميدي حصل لك؟ حد دلق لك بيبسي في العربيه؟ حد ما مفيش اي حاجه خالص؟ طب الحمد لله. هي بيصحابك ما احتفلوش بيك يعني؟ انا حتى انا بشرب سجاير، بس بشرب سجاير في العربية. ياه. ده انت شكلك من الجو بقى، لو انت اصحابك داخلين بقى ولا نضف جزمتك وكده. لا السجاير بس اهم حاجه، عشان السجاير شايف عبيتي قبل كده كانت انت بتسمع ايه يوسف في العربيه؟ حاجات انجلش راب بقى، دريك. حلو. دينا حاجه. انا مش حافظ حاجه في الاغنيه. باك 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 دي. ايوه ايوه. بتقول ايه؟ انا رايحه هاره مجيزه يا باشا. سمعتها والله بتقولها كده، شفتها في بوست على الفيس وطلع الموضوع صح يعني. نطفي التكييف ونعمل الدسارة صح. انا شايف ان هنا الطريق مناسب جدا. 5 4 3 2 1 يلا. لايك تاني. انت جربت 320 صحيح وجربت دي، ففي فرق طبعا. لا في فرق طبعا. بس اقول لك على حاجه، 320 في القعده من جوه اوسع. اوسع بقى؟ بس الكرسي مش عالي يعني. والله انا كنت مبسوط في الايام برضه، مش متضايق خالص يعني. انا بس عشان بقالي فتره يعني من ما جربت ال 320 وبجرب دي، فمش هقدر اقول لك اكيرتلي احنا هنا اريح ولا هناك. بس انا هناك كنت مبسوط وهنا انا مبسوط. الكرسي هنا طبعا رائع يعني. اصلا وضعيه القياده كلها هنا حلوه يعني، انت قاعد هنا بارتفاع المساند في الجنب، بمساحات التخزين اللي جوه بتاع. القعده هنا حلوه. القعده سهله. والدنيا سهله فعلا قدامك. برضو يعني انا بحب بي ام دبليو قوي، فبالنسبه لي لما ركبت بي ام دبليو كانت كل حاجه شارحه نفسها اكتر من مرسيدس. مرسيدس نوعا ما بحس ان لسه في حاجات عايز اعرفها. معقده شويه صح؟ سنه. صح. بي ام دبليو اي درايف حتى بتاعها اسهل. بالظبط.
اليوم كان ممتع بصراحة، وانا اتبسطت بعربية يوسف جدا وبشكلها المميز، واتبسطت اكتر بيوسف ودماغه الحلوة اللي قدرت تطلع عربية حساسة جدا في تعديلها زي دي بشكل حلو كده. فعملنا له يوم تصوير تاني الفوتو سيشن مميز ليه هو والعربية. وانت بتتفرج على الصور كده احب افكرك بانك لو عندك عربية مميزة وحابب تظهر معنا في حلقة ونعمل لها ريفيو، ياريت تتواصل معنا على لينك صفحة موتوريستا على الفيسبوك، وهتلاقوا اللينك موجود في الديسكريبشن تحت الفيديو. في نهاية الحلقة ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير وتفعل الجرس عشان خاطر تشوف الحلقات اللي جاية بعد كده. مفيش مشكلة، بس بص على الحلقات اللي فاتت قبل كده. بحبكم جدا 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 في الله، و السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.